السيد رئيس الحكومة المكلف. يبدو أن وصل الآن إلى قصر قرطاج. نعم، هذه صور مباشرة إذن الطيب من قصر قرطاج لوصول السيد مهدي جمعة إلى قصر قرطاج كما قلنا ليسلم تشكيلة الحكومة. نعم كما تشاهدين زينة وصول السيد مهدي جمعة، هناك ابتسامة يعني تعني ربما أنه نجح أخيرا في إقناع الفرقاء السياسيين بتشكيلته الحكومية، خاصة السيد لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية، لأنه كانت هناك اعتراضات كبيرة خاصة من أطراف المعارضة على شخصية السيد لطفي بن جدو من الجبهة الشعبية أساسا. نعم من الجبهة الشعبية. نعم لأنه زينة كما تعلمين أنه السيد لطفي بن جدو اتهم بالفشل في مقاومة الاغتيالات السياسية.